صابونه دي وما عملهاش. تاخدي صابونه؟ انا هديكي صابونه. خليك انت بقى مع الهبل التانيين. اي صابونه؟ الف شكر على دعمك حبيبتي، ثانك يو. اي صابونه؟ ساده، سودا، بيضة، خضراء، اي صابونه؟ ما كله عند العرب صابون. اي صابونه؟ افريقي؟ اول ما تعزني قول جزر. جزر مبشور، جزر مبشور، بجهزه ببشره بحطه في برطمان. دي كوباية معيارية كاملة، دي واحدة كاملة، وده الجزر المبشور. مش هقعد بقى اصورلك وانا بقشر وانا ببشر واضيع بقى نص الفيديو انه جزر مبشور. كاروتس، فيتامينز، اهي 1 كوب، ايه 1 كوب اوف كاروتس، كوباية. هاف، انا بالنسبة لي هاخد هاف. ايه نوعه يا ابي؟ ممكن اوريلك نوعه ايه، تقدر تشتريه من اي مكان تعرفيه لو انت عايشة في اوروبا. يعني ده نوعه اهو، اوكي، ده النوع اللي انا بستعمله من الصابونة بتاعتي. نوع حلو قوي، نوع صابون خام بيتباع جاهز في اي مكان. تقدري بقى انت تجيبي صابون نابلسي، تجيبي صابون اي حاجة. تقدري تستعملي نص صابونة دول. ممكن تجيبي الصابون المغربي الخام، بس صعب تلاقيه اصلي لانه بيضربوه. انا جبته طلع مش اصلي، رحت رجعته هوا على النار. يا ليمونة بتاعتك عاملة كده ليه يا ابي؟ بشرتها وخدت منها قشر الليمون. اه يا بنت الورمة، الحتة هتبقى حلوة قوي، مفيدة جدا ومفتحة على الجامد. فهي دولة، لا كمان عشان ريحتها تبقى حلوه، البنت صاحبتها تاخد منها استثاره فيها. راحت السوق وانا عيانه صابونه جزر المفتحه. وراح فين؟ يس، والكركم المحمص على الطاسة لحد لما اصبح لونه بني فاتح عسلي. ملعقة كبيرة مزلقطة من الكركم في الاخر، وقلبي القرفة الناعمة، البودرة اللي بتجيبيها من عند العطار، ملعقة. قلابي بتاعتك في حاجة حديد، والمكملات الغذائية على حسب الرغبة. قشر الليمون مش بيعمل حساسية، متقلقيش منه. القرفة مش هتعمل لك حساسية، بالعكس هتعالج لك الحبوب. خلطة وصابونة لعلاج حب الشباب والبقع في الظهر للزغاليل. اه يا زغلول لول، النهار بوظ بوظ الدنيا. اخد 2 من دي وخلاص بمعلقة واحدة، هي ملعقة واحدة كبيرة مزلقطة، بس انا هحط ملعقتين شاي منها عشان تديني نتيجة الواحدة. alright، عليها ليمون يا ابي؟ اه. عليها بشر ليمون يا ابي؟ اه. عليها كوباية جزر مبشور يا ابي؟ اه. فلقتيني، يلا قومي بقى. فرقت؟ 2 فرقت؟ لا لسه ما فرقتش. اهي افرقح عند افرقح. تستعمليها كماسك
لتضييع البقع في وشك وتضييع الهالات الصوت. متخليش حد يعايرك يا اختي، ولا تغطى الا اذا بردت تماما. That's الحاجة اللي انا suggested او انا ارجحها للناس المحترمة اللي بتشتكي اولادها او بناتها او جوزها او هي نفسها هدف. ربنا يخليك الوحيدة اللي حققت الهدف من بدري. اي واحدة معفنة نتنة عندها حبوب في المؤخرة اقولك ادهنيها وحطي كيس نايلون على اي كرسي قديم واقعدي وسيبيها على جسمك، وقبل الغسيل شوية مية ودلكي المؤخرة بتاعتك بهذا الصابون ومع وكبشة مية، هتضيع لك الحبوب من المؤخرة. هذه لعلاج الحبوب، حبوب حبوب حبوب. خلطة الجزر بالكركم والقرفة جبارة لعلاج الهالات السوداء، جبارة للعلاج من النمش بالتدريج مع التكرار. تترك على البشرة حتى تجف تماما، تبلي ايدك مية وتبلبلي عليها بعد ما نشفت، وتدلكي بايدك اللي مبلولة مية على الماسك ده هون، وتبتدي تشطفي وشك مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. هذا الماسك لا يعلى عليه، صابون ومفتح وغسول وعلاج فعال، درسته هنا في انجلترا في الكورس بتاعي. كنت اعمل الصابون ده هون بطرق تانية مختلفة قديمة من 5